السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ معاكم قناة ام قالي منوعات. دلوقتي هنلعب مع بعض لعبة سكاري تيتشر 3D، او لعبة المدرسة الشريرة. ده يا جماعة بيديني جوايز ليه؟ بعدين هطلع بقى واختار هلعب بولد او هلعب بالبنت. هختار البنت وبعدين هدخل على البلاي ناو، هدخل على شابتر 1، هختار المرحلة اللي هي الرابعة بتاعة الملابس اللي في الدولاب. هنا بقى يا جماعة بيكتب لك وبيقول لك ان عايز الدريس بتاعة المدرسة الشريرة نخربه لها او نبوظه لها. دلوقتي زي اول مقطع جايب لنا كده ان المدرسة الشريرة فرحانة بالصورة او بالدريس بتاعها، فاحنا هندخل ايه بقى؟ هندخل نبوظه لها. هنشيلها بقى اللي هي المصيدة اللي في الأرض دي اللي هي حاطاها لنا، ونحطها لها هي لأن هي اللي تقع فيها. هرميها لها في الأرض كده، وهنطلع فوق ندور على الأوضة اللي هي فيها الدريس بتاعها. أهو يا جماعة، أول حاجة أول أوضة دخلت قدامنا أصلا. هندور بقى على مقص أو على حاجة نقطع لها بالدريس. دلوقتي بقى هننزل تحت عشان ندورلها على مقص او حاجه نقصلها بالدرس. دلوقتي بقى هندخل المخزن عشان نجيب منه المقص. هنا بقى بنلاقي كل حاجة احنا هنحتاجها في اللعبة. بعدين هناخد المقص بتاعنا ونطلع بره. هنطلع فوق بقى عن طريق السلم لان هي عند الباب. هنروح بقى للأوضة، هي كده كده أول أوضة في وش السلم فهنعرفها. هناخد بقى المفتاح ده عشان لو احتاجناه في حاجة بعدين. هو انا لما خدت المفتاح المقص راح، فهجيب المقص تاني وارجع لكم. كده بقى بعد ما جبنا المقص هنروح قاصين بيه الفستان بتاعها ونقفل لها الدولاب كأننا ما عملناش حاجه، وننزل بقى تاني هنستنى لما هي تدخل البيت عشان هي لسه بره في الجنينه. كده بقى يا جماعه شافت الفستان بتاعها بقى وزعلت. ما تنسوش تعملوا لنا سبسكرايب وفعلوا الجرس وتعملوا لايك للفيديو.